عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أخواني الأعزاء، احنا ملاحظين أنه بالوقت الحاضر أنه معظم الناس أو في نسبة كبيرة خاصة النساء عندها هشاشة العظام اللي هو نقص فيتامين د، والحمد لله إن شاء الله نكون هذا العلاج موجود اللي هو التين والزيتون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر القرآن والتين والزيتون وطور السينين. طبعا هذا علاج اللي هو نقص فيتامين د اللي هو عندنا التين المجفف، أتوقع الكل معروف هذا التين المجفف. عندنا زيت الزيتون وعندنا وعاء نضع فيه الزيت ونضع فيه التين المجفف. طبعا نضع التين المجفف داخل الوعاء بالشكل هذا، نضع قد اكبر كميه 20 30 حبه اللي الله يقدرك عليهم، وتضع الزيت بالشكل هذا. طبعا يوميا على الريق اول ما اصحى تصلي الفجر ان شاء الله، ان شاء الله بعديها تاكل 3 حبات لمده 7 ايام، وان شاء الله روح افحص وان شاء الله راح يعوض النقص عندك، وان شاء الله انه ربنا يشافينا جميع، وارجو نشر هذا الفيديو للاستفاده. جزاكم الله كل خير.